مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات المثارة على الساحة الإعلامية هذه الأيام، ولكن صار لنا تقريبا حلقتين أو أكثر لا نجد موضوعا يطغى على موضوع غزة، فهو اهتمام جموع الأمة الإسلامية في كل مكان، ولله الحمد. الله أسأل سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن لا يرفع لليهود في الأرض راية، وأن يجعلهم لخلقه عبرة وآية. قبل أن أرحب بضيوف هذه الحلقة، دعونا ننتقل إلى هذه المشاهد من غزة الحبيبة ثم نعود إليكم مجددا. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. في غزة نبت الشموخ وأثمرا، وتجاوزت أغصانه هام الذرى، وزهى الإباء وراح يعرف لحنه، فشدت به شفه المدائن والقرى. الصامدون الصابرون جبينهم أبدا لغير الله لن يتعفرا. أرذال أهل الأرض قد جمعوا لهم جوعا وتشريدا وموتا أحمرا، لكنهم نحو السماء رؤوسهم، والله ينصر من به استنصرا. لا ترقبي يا غزة، لا ترقبي يا غزة في جيلنا شهما إلى نصر الضعيف مشمرا. رباننا في سكره مستغرق، يصحو ويرجع بعدها كي يسكرا. ولعله رضع المذلة يافعا، وبكل أثواب الخنوع تأزرا. ربوه لا يعدو للهفة ضارع، وإذا ينادي للفداء استدبرا. فاصبر أخي المظلوم واشمخ صامدا، لا بد يوما أن تعود مظفرا. لا يسلم المجد الرفيع قياده طول المدى إلا فتاه الأصبرا. يا غزة الأمجاد، بئست أمة لا تصحب الصمصام كي تتحررا. يشرفني ويسعدني في هذه السهرة الحوارية حول موضوعنا، الموضوع الأم هذه الأيام، وهو ما يتعلق بقضية غزة. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ محمد الصاوي، فأهلا ومرحبا بك. حيا الله شيخنا. الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير. كما أيضا يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأخ الحبيب فضيلة الشيخ هاني حلمي، أهلا ومرحبا بك. أهلا. عودا حميدا لشاشة الرحمة. الله يبارك فيك. كما أيضا يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ مؤمن البدوي، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا. حياكم الله. اشتقنا لك. رضي الله يبارك فيك. حياكم الله. شيخ صوي أصل يعني مواظب معنا اللي ويندوف حلقات غزة. ما شاء الله. ربنا يحفظك. الله يسأل يبارك فيه ويجعل هذه الخطى في ميزان حسناته. آمين. دعوني أبدأ من عند الشيخ مؤمن شيخنا المبارك حول هذه القضية، وهناك مثبطين للهمم هذه الأيام لا سيما على ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويدخلون للناس في التعليقات وبقول لهم يعني انت هنفضل طول عمرنا في موضوع الدعاء. طبعا احنا بقالنا سنين وقبل ما نتولد واحنا بندعي لفلسطين وغزة وبيدعوا لهم في قلب الحرمين اخرجوا من هذه السلبية الى ارض الواقع. هل الدعاء فعلا ليس سلاح قوي في مواجهة هذا الطغيان الغاشم ام لا؟ الله المستعان. الحمد لله الذي احصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. صلى الله عليه وسلم. والله يا أستاذ عمر يعني الكلام ذو شجون يعني. نعم. وحضرتك ختمت الكلام بقولك لابد أن نكون على أرض الواقع. نحن على أرض الواقع بالفعل. يعني ما نتكلم به عن غزة هو واقع نعيشه ونحياه. قضية غزة أو قضية فلسطين عموما من القضايا المهمة لهذه الأمة، ونحن على يقين من نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين بإذن الله. لكن الرد على أمثال هؤلاء ممن يثبطون الهمم أو يتكلمون
عن أن الدعاء يعني ليس له قيمة. ليس يعني يعني له دور رئيس، نقول أن هذا يحتاج أن يراجع العقيدة مرة أخرى. نعم. الدعاء كم أقام من ممالك، الله أكبر، وهذا ما أخرى. تمام. لكن ننحي هذه النقطة جانبا، فهؤلاء يعني اعتدنا عليهم في كل المواقف المؤثرة، يعني زي بالضبط لما كان إخواننا في بداية الطلب تلاقي بعض الناس يخذلوا عن طلب العلم. نعم. لا هو تعلم ولا ترك الآخر يتعلم يعني. نعم. فصاحبنا ده هو يعني ساهم في نصرة هذه القضية. نعم. ولا ترك الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما نتكلم عن هذه القضية نحتاج دائما وأبدا أن نسلط الضوء على أمر في غاية الأهمية، وربما مع حضرتك في قناة الرحمة، هذه قناة مباركة، تكلمت أن أعداء الأمة يتحركون في ثلاثة محاور رئيسة. نعم. المحور الأول الحرب على الرموز والثوابت وعلى مصادرنا الأصلية. صحيح. المحور الثاني تدعيم الحركة الآثمة المسماة بحركة تحرير المرأة. المحور الثالث الحرب على الصحوة الإسلامية في بلاد المسلمين. قضية فلسطين ترتبط بهذه المحاور الثلاثة. أولا لابد أن نعلم من نقاتل ومن نحارب. لابد أن يتعرف الجيل على اليهود، من هم اليهود. الحرب والقتال والجهاد في هذا الباب مع اليهود هي حرب عقيدة. نعم. لابد أن نتربى على هذا. نعم. المسألة لا علاقة لها بالأرض، لأن من جملة التعامل مع هذه القضية أنها عقيدة الحفاظ على الأرض. نعم. الحفاظ على الأرض، لكن الحرب معنا ومعهم ليست مجرد تراب نقاتل لأجله. تمام. مع أهمية الوطن وأهمية الأرض، فهي جزء من أرض الإسلام. نعم. وفلسطين والقدس على وجه الخصوص لها قداسة معلومة، كما قال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول الآيات. نعم. فالقضية بيننا وبين اليهود هي حرب عقيدة. تمام. لو نظرنا إلى هؤلاء اليهود وخطورة دور اليهود حتى في العالم الآن، ليس الآن بل من قديم. أولا سبحان الملك في كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود. نعم. والضالون هم النصارى. تمام. السورة التالية سورة إيه؟ البقرة، بقرة بني إسرائيل. التي تليها آل عمران: أسرة من أسر بني إسرائيل، نجا من نجا ممن حقق العبودية واصطفاه الله عز وجل، وهلك من هلك. نعم. بعدها المائدة. المائدة التي طلبها بنو إسرائيل. عندنا سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل. لا يوجد يعني قوم في القرآن ذكروا بالنشأة والتاريخ والتفصيل والتصريح والتلميح والبيان، بل والكلام عن أشخاص بأعيانهم والكلام عن دخائل النفوس إلا اليهود في القرآن بأكمله. يعني في سورة البقرة بعد هبوط آدم عليه السلام جاء ذكر إيه؟ بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تمام. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فيما يقرب من 180 آية في القرآن في هذه السورة المباركة. تمام. ذكر الكلام عن بني إسرائيل وبدأ الكلام عنهم في كل مواضع القرآن. إذن رسالة لأمتنا الإسلامية: الحرب مع اليهود هي حرب عقيدة، هم يقاتلون بعقيدة، جاءوا من كل مكان في العالم وخططوا بعدما تآمروا على خلافة المسلمين. وكان آخر الخلفاء الخلافة العثمانية كان السلطان عبد الحميد الثاني. والمشكلة معه وسعوا طبعا إنهاء هذه الحقبة المباركة. لماذا؟ لأنه رفض أن يوافق على بناء وطن لليهود في فلسطين وهكذا. فالقضية هم جاءوا من أجل العقيدة التي عندهم أنهم. نعم. شعب الله المختار، الله جل اصطفاهم وهذه الأرض المباركة، ويريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنون. ولابد أن نرسخ هذا في أذهان أبنائنا. لا شك. هذه نقطة مهمة جدا. لا شك. نعم. لا شك أنهم يلعبون على وتر القومية الآن، وحتى هذه النقطة التي أذهب بها للشيخ خانية عفوا ثم عليكم مجددا إن شاء الله. قضية غزة ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، لكنها قضية الأمة. نعم. صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أول معنى نستحضره في قضية فلسطين، هذه القضية التي هي قضية الأمة بأسرها، إنه هذا الواجب الشرعي الحتمي اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبه علينا بنصرة عباده، إن تنصروا الله ينصركم. لازم نبقى متفهمين زي ما أشار الشيخ مؤمن كده بطبيعة الصراع، هذا الصراع ومبدأه ومنشأه وكيفية التعامل معه. يمكن الجيل اللي فعلا النهاردة لم يرى من أيام، احنا بنتكلم على انه النكبة كانت سنة 48 وان احنا بقالنا 75 سنة على هذه النكبة، فالجيل الموجود لا يعرف تفاصيل. بنتكلم على نصر اكتوبر ونصر العاشر من رمضان من 50 سنة، فبالتالي الجيل اللي نشأ يعني لم يتفهم طبيعة هذه القضية غير الجيل السابق، جيل الآباء والأجداد. فعشان كده تترسخ القضية وتتفهم عند الناس، ولازم يبقوا فاهمينها كويس قوي هي إيه القضية، لأنه النهاردة الشباب بينظر إلى اللي بيحصل في غزة وبيقولوا طب ليه يعني، وليه المناوشات دي، وكانوا في حالهم وخلاص، هم غلطانين وما بدأوا، ليه المشاكل دي كلها، ما خلاص يعيشوا وخلاص، طالما هم عارفين ان هم مستضعفين وان هو ما عندهمش القدرات اللي عند عدوهم، فيركنوا الى الدنيا وخلاص ويعيشوا ويرتضوا هذا الحال اللي جاء في اثر بقى يتأقلموا على وضعه على الوضع الحالي. لا. في إثر بقى معاهدات السلام والتطبيع و مما نشأ عليه هذا الجيل، فما تربطش القضية عندهم. نعم. فعشان كده لما تيجي انت تقول للناس النهاردة ان قضية فلسطين هي قضية الأمة، لا، ممكن تكون هي قضية الناس دي، الناس دي عندها وضع معين، هي مش قضية المسلمين. لما تقول لهم الأقصى المسلوب وإنه مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه حق على كل مسلم نصرة هذه القضية، فهو بيشوفها بشكل تاني، بيشوفها إما بمنحة سياسي أو منحة قومي، وبالتالي البعد الشرعي اللي في المسألة بينحى عن الناس. هنا بقى البداية هي بلا شك معركة الوعي. نعم. هي البداية النهاردة الحرب الإعلامية الأساسية اللي مورست على هذا الجيل والممارست على الناس بشكل كبير، فلوثت عندهم المعتقدات. دورنا الأساسي النهاردة، الناس في الزمان السالف كانوا على دين ملوكهم، اليوم على دين إعلامهم. وبالتالي احنا حربنا الأساسية النهاردة حرب مفاهيم، حرب أفكار، حرب إعلام. وبالتالي الشغل على هذا المعنى. ومن هنا بقى لازم نبتدي نوعي الناس لطبيعة القضية دي، وسبقنا الناس اللي فعلا أثروا القضية دي بالبحث. يعني مثلا على النهاردة الناس إنها تقرأ مثلا كتابات واحد زي الدكتور عبد الوهاب المسيري. نعم. صاحب الموسوعة الأكبر. جميل. في تحليل أصلا شخصية اليهود، اليهود واليهودية. في رسالة ليه بسيطة جدا ممكن عموم الناس يقرؤوها، ليه رسالة كده اسمها مقدمة في الصراع العربي الإسرائيلي، جميلة جدا، الناس تقرأ بس رسالة بسيطة. ممكن النهاردة رب الأسرة ممكن يجمع الولاد ويبتدي يحكي لهم القضية، يحكي لهم الموضوع ده من أيام. دي نقطة مهمة يا شيخاني، فكرة القراءة ربما تكون بعيدة عن كثير من الأجيال في هذا الزمان، لكن زي ما حضرتك تفضلت كده، لو إن رب الأسرة اجتمع بأولاده على مائدة الغداء مثلا، أو في جلسة بينهم، جلسة عائلية في البيت، هو نفسه قاعد يحكي لهم ملخص هذا الكتاب بطريقة طيبة، سيكون له دور كبير جدا. جدا. نعم. وفي بعض الحاجات، في أفلام وثائقية لطيفة جدا. نعم. في وثائقي ممتاز جدا كان معمول سنة 98 اسمه الصراع العربي الإسرائيلي 50 عاما من الصراع، لطيف جدا، وممكن الناس تقعد النهاردة تشوفه على اليوتيوب وتبتدي تسري وتفهم القضية ابتدت. نعم. منين، وإيه القضية دي، وهو من إمتى أصلا هجر الناس دي. يعني المفترض إنه دول الأرض دي كانت يعني أرض فلسطين. مهم نعرف بداية القضية، مش فكرة إن احنا بنشوف مشاهد دماء وأشلاء على شاشات فنقعد نعيط شوية أو ندعو لهم ومن ثم ننسى القضية. ايوه، مع الزمن. نعم. هو خلاص هو بقى واقع ان في اسرائيل وان في قطاع غزه وان في ضفه وانه في كذا. فهو نشا لقى الموضوع بالطريقه دي. طب انتوا كانه واقع لا مفر منه يعني، بس خلاص ضل عليه حتى. نعم. وخلاص يعني، وهم ليه في المشاغبات دي؟ طب ما خلاص. نعم. كان الامر كهكذا. فده لازم يبتدي يتصحح في. نعم. المفهوم. أشكر.
أشكرك، أعود إليك مجددا إن شاء الله. شيخ محمد، رغم تعلق الشباب الشديد بكرة القدم وبعد كثير منهم عن الطاعة وعن البيئات الإيمانية، لكن لما حصلت قضية غزة وقضية فلسطين، هذه القضية التي هي قضية الأمة الإسلامية، كثير من الناس حتى مع تعلقهم الشديد بلاعب كرة زي محمد صلاح، كثير منهم انسحبوا من صفحته بما يزيد عن مليون متابع، نظرا أنه لم يكن له تفاعل ولم يكن له موقف تجاه القضية الفلسطينية. كيف ترصد ذلك؟ قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسوله. من أجمل الأيام والليالي تجمعني بشقيقي الشيخ هاني حلمي وشقيقي الشيخ مؤمن، جزاك الله عنا خيرا. وأستلهم الحديث وأبدأ الخيط من كلامهم. القصة الحقيقية ترتيب الأولويات، نحن رتبت أولوياتنا والإعلام رتب أولويات الشباب، استيقاظ، فيسبوك، كورة، أخبار، الجيم، الرياضة، تتخللها في المنتصف معشوقات ومحبوبات ومطعومات ومأكولات ومشروبات، ويندثر الهم الديني والإيماني في قلب العبد المؤمن. لذلك معركة الوعي كما أشار إليها الشيخاني، ومعركة العقيدة، وربط هذا عند شبابنا، هو الذي سيخرجنا الآن من أزمة الإجابة على السؤال لماذا الشباب مشغولين بالكورة، مشغولين بالأفلام، بالمسلسلات، ولماذا ليس لفلسطين حظ في قلوبهم وليس لها مكان في أفئدتهم. ولو عدت 1440 سنة للوراء وجلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته كيف كان يمسح على رأس الحسن والحسين ويقعدهما على فخذه، وكيف كان يدعو لهما ويعوذهما، وكيف كان يقول لمعاذ إني أحبك فيتبع الوصية لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكيف في يوم الحج الأكبر لما التفت الفضيل لامرأة حسناء جميلة جعل النبي يصرف وجهها صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. هذه التربية هي ترتيب للأولويات في حياة هؤلاء الشباب الصغار، أن يكون الدين أعظم عندهم من رغبات نفوسهم، وأن تكون آخرتهم أحب إليهم من الدنيا وما فيها. وحينها ستجد حتما مكانا لفلسطين، حينها ستجد في قلب كل شاب وفتاة وصغير وكبير أنه فلسطين عقيدة، والخلاف مع اليهود ليس خلافا عاديا. وكما سبق أن قلنا أن طالب الطب يدرس الطب وطالب الهندسة يدرس الهندسة، ونحن المسلمون لم نقرأ تاريخا ولا إسلاما، فكيف تريد منا أن نستطيع أن نقف أمام اليهود؟ إذن نحتاج أن نرتب الأولويات، نعود مرة أخرى لنربط العقيدة والوعي الحقيقي عند شبابنا بواقعنا، ويدرس لأولادنا يعني تاريخ اليهود وحقيقة اليهود. بالمناسبة شيخ، يعني اليهود لو كانوا جايين يعملوا خير ما كنا عدناهم جنبنا، يعني ما هم مش جايين يعملوا خير أصلا. يعني لا يوجد على مر التاريخ عمل خيري قدمه اليهود على مر التاريخ، هم أصحاب قتل، تدمير، سفك دماء، غدر، خيانة، قتل أنبياء، ده شغلهم. فأنت النهاردة واحد طرق عليك الباب بلطجي ودخل عليك البيت، أنا جاي أسكن معك، تسكن معي يا عم ده بيتي، لا لا أسكن معاك، طب أنت طب أعمل إيه، لا طب أقعد هنا، لا هو أنت كمان ده أنا اللي أختار المكان اللي أقعد فيه، المطبخ بتاعي والحمام بتاعي، طب أنا عاوز أكل، لا أنا حبعت لك وجبة أنت تقعد في الصالة، ولا أقول لك أقعد في الأوضة اللي في الآخر هناك. فدخل البيت واغتصبه وحاز الأماكن الخيرة والتي فيها ثروات، وأصبح يعني يغصب حقوق الناس. من هنا يبدأ طفل الصغير يعرف ماذا يعني إسرائيل وماذا تعني معني يهود وماذا تعني إسرائيل، وحينها ندرك أننا قد زرعنا بفضل الله عز وجل نبتة الأولى للعقيدة الإسلامية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا الذي نتشهد ونشهد الشهادتين واسمه موجود فيها، وفي الصلاة يذكر اسمه، وإذا ألمت بنا مصيبة أو كربة فزعنا إلى اسمه نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اليهود النبي مات مسموما بسم يهود، وقال النبي لأمنا عائشة يا عائش لا أزال أجد تقطع أبهري بالأكل التي أكلت في خيبر، وكانت امرأة يهودية قد سممت ذراع الشاة الذي أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفعه النبي عليه الصلاة والسلام قالت الذراع لا تأكلني يا رسول الله فإني مسمومة، فتركها وما زال السم يسري في جسم النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود الذين حاولوا قتل النبي بإلقاء الصخرة عليه، اليهود الذين قال النبي لسعد لما حكم فيهم بقتل المقاتلة منهم اللي هم الذين أنبتوا وبلغوا الحلم وسبي الذرار، قال والله لقد حكمت بحكم الله، بحكم الله من فوق سبع طرائق. إذن إحنا الآن نحتاج
نؤكد على ما قاله الشيخ مؤمن والشيخ هاني أن معركة العقيدة والوعي أن يعلم أبناؤنا. ونرجع بها كما قال الشيخ هاني بعض الأفلام الوثائقية، بعض الكتب العلمية التي تكلمت، نربط هذا بها بالماضي والتاريخ، تاريخ اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا فعلوا حتى مع سادتهم عبد الله بن سلام، يعني من سادتهم رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي لهم ما تقولون فيه؟ قالوا سيدنا ابن سيدنا. فلما طلعوا أسلم وتشهد ماذا قالوا؟ قالوا لا، ليس بسيدنا وليس بأفضلنا ولا وهو أسوأنا. فهم ينقضون العهود، ينقلبون على الحق، يقلبون الموازين ويغيرون الحقائق. وواجبنا أن نثب وثبة واحدة لتأصيل هذا المعنى. وأظن أن الكلام يعني يأتي حتى لا أستأثر بالكلام. لكن عودا على السؤال، الغيرة والحماسة عند الشباب ومقاطعتهم لكل من لم يكن له موقف تجاه هذه القضية، فطرة. أنت الآن تشعر أن هذا الذي الشاب الذي يحب الكرة يصلي، والفتاة التي تتابع التمثيليات تصلي، وفجأة إذا بهم يجدون قتلا وإراقة دماء واغتصاب. فحتى الذي ليس عنده نبذة، اليوم قبل تقريبا 3 ساعات شخاني كنت أقلب في التويتر، فوجدت مقطع لمغني أمريكي يقول أنا اكتشفت اكتشاف، أنا أول مرة اكتشف أن فلسطين أصلا بتاعت الفلسطينيين. تخيل، يا الله، يعني يقول نعم. أنا فعلا مكتشف، كل اللي راحوا كانوا راحوا بجوازات فلسطينية، دخلوا بجوازات فلسطينية، يعني أذنت لهم دولة فلسطين أن يدخلوها، فهم دخلوا. ثم إذا بهم يقلبون الأمر ويغيرون اسم فلسطين إلى إسرائيل، ويغيرون الجوازات ويقيمون لأنفسهم كيانا على أرض مغصوبة. المغني منبهر يقول وكأنه اكتشاف. وطبعا لو قلت هذا الكلام لبعض صغارنا لقال طبعا نحن نعرف هذا الكلام من القديم. نعم. فلا أظن مسلما وأبا طيبا صالحا مصليا إلا وقد ذكر في يوم ما قصة فلسطين لأطفاله. نعم. إلا وقد حدثهم يعني. والأخبار في هذا منتشرة. أشكرك جزيلا. أيضا من هذا الخط يا فضيلة الشيخ ما يتعلق بسلاح المقاطعة، لعلك وانت ترصد الساعات القليلة الماضية. نعم. بنتكلم على مطاعم شهيرة جدا تم مقاطعتها في مختلف أنحاء الدول بعد ما أعلنت دعمها للكيان الصهيوني. هذه المقاطعة وهذا السلاح كيف ترى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، قضية المقاطعة سبقنا بها الصحابة. نعم. في موقف غريب. نعم. عجيب لصحابي جليل أسلم بعد قصة عجيبة. هذا الصحابي هو ثمامة بن أثال الحنفي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد. نعم. فجاءت من رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال الحنفي، هو سيد أهل اليمامة. جاءوا به فربطوه في سارية من سوار المسجد، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أختصر الحديث يعني. نعم. قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسال تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد في اليوم الثاني قال ماذا عندك يا ثمام؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسال تعطى منه ما شئت. في اليوم الثالث نفس الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمام، فأطلقوا، ذهب ثمامة ثم عاد وأسلم. وهناك طبعا بعض الروايات فيها تفاصيل في هذا الموقف. عاد وأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا محمد ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليك. إن شاء الله. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليك. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إليك. تحول كليا تماما. نعم. قال وإني كنت أريد العمرة. ده الكلام ده في الجهلية. كانوا بيعتمروا برضه. لكن لما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، أصبحت بقى الحج والعمرة على يعني هدي رسول هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فكنت أريد العمرة وخيلك أسرتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره، قيل بشره بالجنة وقيل بشره بخير أن يغفر له ما مضى. فانطلق ثمامة إلى مكة. تمام. فلما دخل كان الخبر طار، ثمامة سيد مطاع له كلمة، فعلموا بإسلامه. أصبوت يا ثمامة؟ قال لا،
خلي بالك، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفت اللهجة بقى. والله يا محمد، والله يا محمد دلوقتي، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ التهديد من مركز القوة في هذا الموقف. ووالله لا تصلكم، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، شوف المقاطعة من مركز القوة. على طول انفعل. تفاعل مباشر. عمل للدين بمجرد الإسلام، حمل المسؤولية. لم يقل مثلا يعني أنتظر حتى أرسل الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسأل أحد هل أفعل هذا أم لا، لكنه علم أنه مسؤول من يوم إسلامه، فكانت المقاطعة. فجزى الله خيرا من يقبل على مثل هذا. أنا يعني اسمح لي أقول، تفضل، ربما هذا الباب لا يشفي الصدور كما ينبغي، لكنه من أبواب الخير. ما في وسعنا يعني. هذا مطاق ومستطاع. صحيح. أنت تستطيع أن يعني تقاطع هذا المنتج ولا تشتري، افعل. جزاك الله خيرا. أقدم على ذلك. وقد فعلها كما قلت ثمام رضي الله عنه. وهي يعني أحد الأساليب المعلومة في هذا الباب. ولكن دعني أقول، تفضل، بمناسبة ذكر ثمامة وكلام حضرتك وأخي وحبيبي الشيخ محمد عن النش والتربية، وهذا التحول العجيب من بعض الشباب تجاه بعض الشخصيات المشهورة. أولا ندعو للجميع بالهداية، لكن قضية غزة أو فلسطين لن تنتظر هؤلاء. التاريخ يكتب الآن. إن لم يلحق هؤلاء بالتاريخ فقد سطره أهل فلسطين وأهل غزة. صحيح. وقد مضى خلاص. يسطر التاريخ الآن على أيدي هؤلاء، ومع ذلك نعلقه على شخصيات بعينها. نعم، نعلق النصر على شخصيات بعينها. والله يعني السوشيال ميديا مقلوب كله، وكان ده لو ما نصرهاش الدنيا خلاص راحت. يعني دي ده ما هو أين دوري ودور الأفاضل؟ أشاروا لذلك. المشايخ الأفاضل أشاروا لذلك. قضية الوعي والإعلام والكلام ده. هؤلاء الناس بكل أسف تربوا على هذا. هو عايز بس يقول أنت فين من قضية فلسطين. طب هو طلع الكلمتين، تمام، له حسابات. تمام، مش قضيتنا يعني. هو له حسابات او كذا، سيسال بين يدي الله عز وجل عن مثل هذا. الذي اعطاه المال قادر سبحانه ان يسلم من هذا المال، ونعطاه القبول والشهره وكذا في ضحوه من نار، في طرفه عين تنتهي يعني. نسال الله جل هدايه للجميع. ولكن دعني اقول، لابد ان يتربى الجيل كما تربى الصحابه. انت عارف اليهود عندهم رعب من مساله خطيره، اخطر شيء ان تقاتل من لا يخشى الموت. صحيح. فدي القضية. نعم. اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولا الحياة حياة. أي حياة. نعم. يقبل فيها بالذل والهوان والصغار، هو عايش. نعم. هو عايش. لكن المسلم ممكن يبذل الغالي والنفيس والروح للعقيدة. نعم. تمام. لذلك هم بعيدين تماما عن المواجهة البرية، إنجاز التعبير. أحسن. نعم. لذلك كل قصف. صحيح. يعني أهل غزة أسأل الله جل أن يكون لهم من اسمها نصيب. وشوف مشهد هم بيأسروهم يا شيخ محمد، ومشهد الذلة اللي هم فيها. وشوف المشهد في المقابل لما بيأسروا أحد الفلسطينيين حتى لو كان صغيرا. سبحان الله، مشهد مختلف تماما يعني. سبحان الملك عليهم الذلة أينما ثقفوا. نعم. سبحان الملك. ولذلك لما حضرتك يعني كنت بتكلم عن أهل غزة، أدعو الله عز وجل أن يكون لهم من اسمهم نصيب. يعني غزة فيها معنى القوة والمنعة والتميز، وفيها معنى الثروة، ومعاني عظيمة في هذا المعنى. نتمنى إن شاء الله صلى الله عز وجل أن يكون لهم أوفر نصيب من هذا الاسم المبارك. الجيل عندما يتربى كما قلت على العقيدة وعلى فهم القضية والوعي، والشباب خصوصا، وينظر في جيل الصحابة. تمام. أضرب مثال واحد لصحابي جليل حتى نعلم كيف يضحي الإنسان بروحه لأجل الإسلام. تمام. هذا الصحابي هو خبيب بن عدي رضي الله عنه. طبعا في الغزوة الشهيرة السرية التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل 10 من الفرسان من الصحابة، وكان عاصم بن ثابت كان على رأس هؤلاء. تمام. وكان معهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. المهم يعني تم حصار الصحابة في الطريق. تمام. وعاصم ابن ثابت لما طلب المشركون منهم أن ينزلوا على العهد والميثاق، قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. إن شاء الله رضي الله عن الصحابة. رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري. رضي الله عن أصحاب النبي. جزاك الله خير. اللهم أبلغ عنا نبيك. نعم. وسبحان الله، عاصم قتل، ومن أسر بقى؟ خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق.
عبد الله بن طارق لما الثلاثة نزلوا فبدأوا إيه ينزعون الإيه الأوتار من القصي وبدأوا يربطوه. قال إيه بقى؟ قال ما على هذا اتفقنا، هذا أول الغدر. إحنا ما اتفقناش على كده. تمام؟ وهؤلاء لي فيهم أسوة وقاتل حتى قتل، عالجوه حتى قتلوه، لأنه أبى أن يسير معهم لأنهم غدروا بهم. نعم. تمام؟ وطبعا خبيب بن عدي لما أسروه ابتاعوه لمن قتله في يوم بدر. تمام؟ فلما أسروه أجلسوه في خيمة، طبعا أختصر القصة طويلة، أجلسوه في خيمة تمام، وطلب موسى ليحتد به حتى اتباع السنة في هذا الموطن. هو عارف أنه وقت للمسلم 40 يوما. نعم. تمام، لا يترك شعر العانة حتى يقوم بحلقها ونتف الإبط وتقليم الأظافر إلى آخر الحديث المشهور في هذا الباب. فطلب موسى، فتسلل غلام صغير إلى خيمته وأجلسه خبيب على فخذه، فلما رأت المرأة التي تجلس على باب الخيمة هذا المنظر شهقت، شهقت شهقة كبيرة، فعلمها خبيب. قال أتظنين أني قاتله؟ ما هذه أخلاق المسلمين. ودلوقتي شوف كيف صنع المسلمون من البواسل من أهل فلسطين وغزة لما دخلوا على هؤلاء اليهود. نعم. وأتمنى أن يخرج فيلم وثائقي، لكن عايزين بقى نعدل الاسم بغير ما يروج عنهم هم قتلوا الأطفال وقتلوا. لا لا هذا كذب. نعم. هذا كذب وافتراء. كان في فيديو مشهور خلال ما ده يضاف الشيخ مؤمن. نعم. ما ده يضاف أيضا للأعمال التي يجب أن تنشر. نعم. مع المقاطعة. نعم. نشر هذه المقاطع بالضبط. لو عملنا كان في فيديو من كم يوم في موضوع أنهم سابوا أم مع ابنها وأطلقوا سراحهم يعني. نعم. نعم. لو عملنا أفلام وثائقية عايزين بقى الصراع بين المسلمين واليهود. نعم. يعني هو عايز برضو يحول لك القضية عربي وإسرائيلي بالضبط زي ما قبل كده جغرافي. حاولوا يعملوا رواية عن صلاح الدين، وبكل أسف عملوا فيلم وأخرجوا رجل نصراني علماني مطرود من الكنيسة عندهم أصلا. نعم. برضو يقول لك إيه، قال العرب، فعل العرب، أخذ العرب، يا عرب، كل عرب عرب. نعم. عرب. ماشي، إحنا نشرف يعني الحمد لله القرآن بلسان عربي مبين، وقال الله عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا، ده شرف، لكن يقدم الإسلام حتى. نعم. لا ينسى الناس حقيقة القضية. نعم. الشاهد أخي الحبيب إن لما خبيب أخذوه من الخيمة ليقتلوه تمام، طلب قال دعوني أصلي ركعتين، وهنا الشاهد، قام فصلى، فلما انتهى قال والله لولا أنكم تظنون أنني أخاف من الموت لأطلت في الصلاة، ثم أشار إليهم بيدي هكذا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، حتى يقال أن أحد المشركين كان معه غلام فرماه حتى لا يصاب بدعوة خبيب بن عدي، فزع وخاف. تمام، فقتلوه. نعم. وهو بقى يعني قبل أن يقول أن يموت أنشد هذه الأبيات، تفضل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. يبقى إذن أيها الشباب، التربية على هذا الجيل الفريد، ضحى بنفسه، ولما قيل له تريد أن تذهب إلى ذلك ومحمد يكون ها هنا مكانه، قال لا والله ولا أن يشاك بشوكة. نعم. هذه الروح، هذه الروح هي التي ينبغي أن يتربى عليها الجيل، يضحي بنفسه لأجل الإسلام، لأجل الدين، لأجل القضايا المصيرية، لأجل العقيدة. هكذا يستمر هذا التقدم وهذا الانتصار إن شاء الله من موطن إلى موطن حتى تتحرر هذه الأراضي المباركة بيه. أحسن الله إليكم شيخاني. في النهاية ماذا تود أن تقول؟ أريد أن يتربى هذا الجيل على معنى العزة من أهل غزة. نعم. أريدهم أن يتعززوا، ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء، وحتى تكون هكذا نكون أهل عزة. أنا أقول لهم على شوية حاجات حتى عملية، لأن كتير من الناس بتجي تقول دلوقتي الكلام كي حلو، لكن عند التطبيق نحن نصطدم بصخرة الواقع، وكأنكم أنتم يعني بتستهلكوا الموضوع بشكل نظري. لكن بشكل عملي الإنسان مننا يستحضر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي حتى في أدعيته وفي أذكاره كان يربي على هذه المعاني من العزة. وارد مثلا أنه كان صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أنا عايز أنه النهاردة وانت بتصلي ان انت تستشعر المعاني دي وانت قاعد بتركع لله سبحانه وتعالى وتتعزز، تستحضر ان مصدر عزتك من العزيز سبحانه وتعالى،
وبالتالي وانت قاعد بتقول بقى كده، هي العزة مش هتكون بأي الوسائل فقط المادية، العزة تبدأ من هذا المعتقد الراسخ في قلب كل مؤمن. فهو لما يجي يركع ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ويتعزز، هذا معنى عملي يقدر يعمله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من بيته وكان يقول ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم، أنا لا أزل ولا أزل، أنا لا أقع تحت هذا الأمر، فيربيه على التعزز، أنه يكون رافع رأسه. نعم. هذه المعاني لابد أنها تبقى موجودة. ليه؟ لأنه مورست علينا، وإحنا قلنا الحرب الإعلامية وإحنا قلنا الإشكالية، مورست علينا كل الوسائل لانهزامنا النفسي. نعم. فهو احنا طول الوقت قاعدين بنسمع تحليلات استراتيجية، انت عندك قوة انت مش هتقدر عليها، انت عندك اسرائيل عندها مفاعل ديدمونة وعندها وضع. نعم. من على الارض ينسف العرب جميعا، انت فانت متربي على هزيمة، فانت محتاج ان انت تتربى على عكس ذلك برفع الرأس. ترفع رأسك ازاي؟ بالمعاني دي. نعم. المعاني العملية دي، لك ان تتخيل مثلا انه الآيات دي كلها تستحضرها، يعني احنا بنتكلم دلوقتي وبنقول ان الفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها هي اللي النهاردة بتقاوم اهو كل ما مورث علينا. نعم. عارف الفطرة دي، تبص كده في سورة فاطر تلاقي فيها المعنى ده، سبحان الله، من كان يريد العزة فلله العزة، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا المعنى ده كأنه أساسيات. اللي هو إيه؟ اتربى كل اللي احنا هنعمله في دورنا الدعوي ان احنا نمسح هذا الغبار اللي هم وضعوا له كل الترسانات دي كلها وكل الوسائل دي من ماديات ومن كل اللي احنا هنقوم عليه حاليا، ان احنا نمسح هذا الغبار على فطر الناس السليمة بان نشعرهم بالعزة. نعم، احسن الله عليكم شيخ، يعني بارك الله فيك. وايضا من هذا المنطلق، منطلق العزة، تربية ابنائنا حتى على زي ما كنا بنتكلم اللقاء على سيرة الصحابة والتابعين وقادة الامم المسلمة، امر مهم جدا. اظن ابو بيبرس هذا الامر مطلب يضاف بعد ربطه بالعقيدة والواقع والإشارات الجميلة اللي ذكرها الشيخ مؤمن الشيخ هاني، قضية أن يكون هناك تغيير للقدوات. القدوات الآن في عقول أبنائنا كرة، ممثل، فنان، مطرب، القدوة يجب أن تتغير. يعني مرة قال لي أحد الشباب، يا شيخ أنا يعني عدت بعد رمضان إلى ما كنت وقعت فيه قبل رمضان، يا شيخ أنا كنت بعيط في التراويح وكنت أقوم الليل وكنت أقرأ، لا أدري لماذا سقطت. قلت يا بني، مشكلتك ليست الآن في احتياجك إلى تذكيرك بآية وحديث، بل الهزيمة النفسية التي أشار إليها الشيخ هاني، ولو أنك رجعت إلى سيرة أصحاب رسول الله. تخيل واحد من الصحابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن من الناس من لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. ويأتي يوم اليمامة، يوم اليمامة كان مسيلمة الكذاب قد نعى النبوة، فأرسل أبو بكر جيشا يقود خالد بن الوليد، واستعصى الحصن، فخالد تذكر البراء فقال أين البراء؟ فقال نعم أنا يا خالد. قال قم يا براء فذكر الناس، فصعد البراء وقال أيها المسلمون لا مدينة لكم اليوم، إنما هو الله والجنة. ثم رفع البراء على ترسه وألقي وفتح باب الحصن وقتل مسيلمة. لما تستشعر هذا المعنى وتضربه للشباب، تخيل لما ذكر الشيخ قصة خبيب بن عدي، كان من الحاضرين مين من الشباب الصغار وأختم، كان من الحاضرين سعيد بن عامر الجمحي الذي ولاه عمر بن الخطاب ولاية حمص، وكان أهل حمص يشتكون لعمر أن سعيد بن عامر تصيبه رعدة في الصلاة ويغمى عليه. طيب ده الإمام بتاعنا. فقال له عمر ما الذي أصابك؟ قال لو أنك عفوت عني. قال عزمت عليك إلا قلت. قال يا عمر أدركت يوم خبيب بن عدي وقد صلب، وتذكرت دعوته علي، وتمنيت أني لو كنت نصرته ذلك. يا الله، فيصيبني إغماء وأموت. استشعار معنى البطولة والعزة حتى في المواقف التي فقد المسلم فيها قدرته على النصرة، يلوم نفسه وهو والي من ولاة المسلمين. احتياجنا إلى هذه المواضيع، مواضيع القدوات، مهم جدا في تربية البشر. حقيقة جواركم لا يمل، بل كله النفع والاستفادة. أحسن الله إليكم، زادكم الله فهما وسدادا. ونختم الحلقة كده بدعاء لأهل غزة.
اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا ذا القوة والجبروت، نسألك باسمك الأعظم. إن نصرت أهلنا في غزة وفلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم نصرك المؤزر، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم ارفع اللأواء والبأساء عنه، اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم وألف بين قلوبهم وسل سخيمة صدورهم واشف مريضهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك. اللهم عليك بيهود، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم إنهم أظهروا في الأرض الفساد، اللهم إنهم قتلوا وشردوا وحرقوا ودمروا، ولا ناصر لإخواننا سواك. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اجعلهم آية وعبرة، اللهم اجعلهم آية وعبرة لكل عبادك فوق ظهر هذه البسيطة يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يتقبلنا منكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ محمد الصاوي أحسن الله إليكم، شكر الله لك. أيضا للأخ الحبيب فضيلة الشيخ هاني حلمي، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أيضا للأخ الحبيب فضيلة الشيخ مؤمن البدوي إسماعيل، بارك الله فيك، أثريت لقاءنا، أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الرحمة، بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياة. لكم تحياتي وعمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.